من ضمن مراكز الشباب التي تسعى وسعت حياة كريمة لتطويرها مركز شباب قرية سرسموس بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والذي يقدم العديد من الأنشطة سواء أكانت ثقافية أو معرفية. لمعرفة مزيد من التفاصيل عن حجم التطوير اللي نال مركز شباب سرسموس هنا في مركز الشهداء في محافظة المنوفية والجهود اللي قامت بها مبادرة حياة كريمة من أنشطة ومن تطوير لهذا المركز، معانا دلوقتي الأستاذ حسام الدين مصطفى الفرارجي وهو مدير مركز شباب سرسموس، والأستاذ أحمد حافظ وهو مشرف أنشطة بمركز شباب سرسموس. برحب بحضراتكم. في البداية عايز أسألك أستاذ حسام، إيه هو حجم التطوير اللي موجود هنا في مركز شباب سرسموس بعد ما مبادرة حياة كريمة دخلت هنا للمركز لتطويره؟ حضرتك، حجم التطوير هنا ما كانش فيه أساس يليق بمركز شباب للتطوير، بعتولنا أساس مكتبي وترابيزه بلياردو وترابيزات تنس وقمنا بتطوير المركز من شاشه عرض وصاله الاجتماعات متطوره، وحضرتك شكل ما انت شايف حديقه الاطفال حوالينا تم تطويرها بالكامل ومن قبل حياه كريمه، وشكل ما انت شايف دون اي رسوم خدمه لأهل القرية وكده. هل في عدد معين لعدد أعضاء مركز شباب سرسموس؟ في عدد محدد للأعضاء هنا في المركز؟ في حضرتك حوالي 520 عضو في مركز شباب هنا بيترددوا على المركز، من أطفال لشباب للناس مسنة في السن وكده. وعندنا ما بتاع ده ملعب أحادي جنبنا هنا جنب مركز الشباب برضك بيشرف الأنشطة وكده والكلام ده. تمام، عايز انتقل دلوقتي للأستاذ أحمد حافظ، حضرتك مشرف الأنشطة هنا في مركز الشباب. أيوه حضرتك. سرسموس، إيه أهم الأنشطة اللي بيقدمها مركز الشباب دلوقتي بعد ما حياة كريمة دخلت وقامت بتطوير المركز؟ حضرتك الأنشطة كلها تقريبا شغالة، الملعب وصالة الجيم وصالة البلياردو، موعدونا بصالة جيم جديدة هتيجي وصالة بلياردو وحديقة الطفل زي ما حضرتك شايف وصالة تنس، يعني تقريبا كل الأنشطة شغالة عندنا هنا. طيب الأنشطة، هل الأنشطة الأنشطة دلوقتي أكيد هي بتنقسم لشقين، شق ثقافي ومعرفي وشق رياضي مش كده؟ أيوة حضرتك، عندنا مكتبة كاملة فوق موجودة بيترد عليها الشباب والأطفال، وعندنا الأنشطة الرياضية موجودة. الشباب كمان دلوقتي استقبل ازاي التطوير والأنشطة اللي بيتم تقديمها في مركز الشباب سرسموس بعد تطويره من قبل مبادرة حياة كريمة؟ من رواد الشباب على المركز في جميع الأنشطة. الشباب في كل الأنشطة موجودة، كان الأول ما كانش فيه أنشطة، فطبعا كان يدوب الملعب بس الموجود اللي هو عليه التكدس من الشباب، لكن دلوقتي جميع الأنشطة تقريبا شغالة، ما فيش حاجة واقفة فيها. عايز اروح للاستاذ حسام. استاذ حسام، وانت مدير مركز الشباب، اكيد حياه كريمه ما وقفتش عند التطوير وعند ان يكون في رفع كفاءه لمركز الشباب هنا، عايز اعرف اهم الانشطه اللي بتقدمها مبادره حياه كريمه اللي هي موجوده دايما على مدار الشهور اللي فاتت بعد تطويره ولغايه الشهور اللي جايه، ايه اهم الحاجات اللي بتقدمها مبادرة حياة كريمة بعد تطوير ورفع كفاءة مركز شباب سرسموس؟ هو البارز قوي في مركز شباب سرسموس بالنسبة للملعب تم تطويره الكامل، لان كان في مشكله في مسابقات في حضرتك اتكلمني عن الموضوع ده شويه. المسابقات دي بتبقى تبع المديريه والاداره وهنا وخطه المركز نفسه، لكن حياه كريمه طورت لنا المكان نفسه عشان يتيح لنا ان احنا نعمل الانشطه، لكن بالنسبه للانشطه احنا اللي بنعمل خطه النشاط في المركز مع الشراكه مع الاداره بتاعتنا والمديريه، مديريه الشباب والرياضه، بنحب ابتدينا نطور بقى في الانشطه من بالنسبه لان ما كانش في اماكن مناسبه ان احنا نعمل فيها انشطه هنا، فبعد التطوير وشكل ما انت شايف بقينا نعمل انشطه للشباب والطلايع
فبناء عليه ابتدت الدنيا تشتغل هنا يعني الاول. تمام. عايز اسال استاذ احمد حافظ، يعني ايه الخطه اللي حضراتكم حطتوها ووضعتوها لبقيه الانشطه في الشهور اللي جايه بعد ما مبادره حياه كريمه رفعت كفاءه مركز شباب سرسموس؟ حضرتك ان احنا دلوقتي بدانا نعمل حاجات تانية ما كانتش موجوده، يعني حديقه الطفل دي ما كانتش موجوده، جاي لنا بعد تطوير المركز وابتدينا نشغلها ووصلت وهي متنفس بكل تاكيد. يعني زي ما احنا شايفين، زي ما حضرتك شايف الاطفال هم بيلعبوا مبسوطين جدا، يعني الموضوع ده ما كانش موجود، ما كانش موجود فعلا. الحاجات دي يعني جت بعد تطوير المركز، لسه جايه بقى لها مثلا شهر ولا كده وابتدت تشتغل. وصلت البلياردو برده جايه بعد تطوير المركز، جت بعدها وطبعا بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، بالتعاون مع وزاره الشباب. فطبعا الحاجات اللي بتيجي زياده في المركز بتبتدي تجذب الشباب اكتر للمركز. وحضرتك ان دلوقتي في ابتدينا نعمل مدرسه كاراتيه وفي مستقبلا، فعشان برضه يبقى كل الشباب داخل المركز، يبقى في حاجه خارج المركز يعني. تمام. انا في ختام الحوار ده واللقاء ده انا بشكرك استاذ احمد حافظ مشرف انشطه بمركز شباب سرسموس، بشكرك برضو استاذ حسام الدين مصطفى الفرارجي مدير مركز شباب سرسموس، بشكركم جدا، بتمنى لكم التوفيق، ويعني بكل تاكيد حياه كريمه بتسعى لبناء الانسان المصري عشان الجمهوريه الجديده. شكرا جزيلا لحضراتكم، اتمنى لكم التوفيق. دلوقتي اذا تبقى هذه الكلمات: الشباب هم بكورة الحياة وأطيب العيش أوائله، كما أن أطيب الثمار بواكيره.